يا اخويا سلام عليكم الناس الكل. فري سمارة سيبو اخويا سمارة كلا يتكلم على سمارة سانفارا تكلم على سمارة مش على خاطر وديوم دورا وعلى خاطر راب وعلى خاطر تونس هذيك هي يا اخويا سيبو سمارة والراجل يخدم على روحه كي موزيكا وحتى كان فما عبيد ما تحبوش راهو فما الحبس ما تتمنهوش لحتى حد خويا سيبو الراجل خلي رجع يمزك على روحه شو خلي العبيد تشوف امورها خلي العبيد تخدم في القهوه يا سبسي ورميت نقطتنا لستانيك تو سيبوكم تنع حيوة اللي عنده امه اللي عنده يقرا على روحه اللي عنده هذا يوصل فيه موسيقى للشعب الكل انسان يعني يستهلك انسان مريض هو في غنيته قال لك انسان مريض انت موقفوا على استهلاك تو مش تبعتوا معاه حتى باش يعدي منهم شهر شهر ما عادش عليه الشهر هذاك شهر حابس يا انت ضر روحي راني ضر روحه هذاك يدور في سيجار ويضر روحه وما ضر حتى حد لا جا سرقت لا جا اختفيت لا جا واحد علاه تقعد فينا خويا والعباد مازالت تتيح وتمشي للحبس عليه لو شيك صاحبي عليه مرميد لو شيك على الايقاف على تحليل تحليل بنس انا ما نحبش نعطيك دمي دمي حر دمي هذاك دمي بتاعي انا يعني انت مش انسان تنزل الحبس على خاطر هو عمل حاجه يضر بها في روحه هذه ما جيتش الدول العالم كله يضحك علينا جربت رديتونا جبوره لو شيك راهو الارتيست ارتيست راهو الفنان في امريكا في الراب راهو عندهم بروديكسيونات راهي عباد تخدم تير تيران راهو الرابور قدروا عليه برشا عنده بروديكسيون تاع لبسته تاع ريقته تاع شيخته تاع كل شيء علاش في تونس بالذات يا ودي يا خويا اعطيو للراب قدره راهو الراب موسيقى فن برشا حاجات مناش مش نحكيوهم تو ما نجمش نقولوهم خلي كل حاجه تجي في وقتها فري سمارة انا مانيش باش نعطيكم حد شيء مانيش باش نقعد نحكي برشا فري سمارة وسايبو الراجل خلي يرجع يمزق ومن بعد تو كل شيء يجي في وقته خويا نحكي مع بلاد برشا امور الراب تو اللي فهموها على خاطر زاد الموسيقى كي دخلت كيما نقولوا السلام عليكم جنود شو اريد ناس دو خويا نزلت الموسيقى راكي دخلت في البلاصه هذه هي الموسيقى ما فيها حتى شيء وما نزلت مش مفهومه كل شيء الرابور عنده غمطه عنده صورهم لوليه صورهم متعديين لوليه عنده حاجه في داخله هذيك تاع عبيد انا متكيف مش خرج هم هذاك هم راهو يغني فيه هم يبالكم منظومة حاجه بيه فرحان هو عاش حاجات هذوكم اللي يغني فيهم ليه ذاك الهم نتاعو خرج فيه ستيل ورقه ينرجي في بالي وخرج فيه ستيل ورقه ويبعث فيها للعباد يبعث فيها حاجه اكتيف يعني اغزر كيفاش تخرج من الحاجه هذيك اغزر كيفاش تتعدى الحاجه هذيك اغزر كيفاش تسكيف من الحاجه هذيك خويا كملوا احكيه وانا الخدمه ذي انا اوكي اللي عندي عطيته فري سمارة وسايبوا الراجل وسايبوا الرابيرات الكل وسايبوا الشعب التونسي وسايبوا العباد تخدم وخلنا نمشي نجيب شويه دخان ونرجع نكمل قهوتي والسلام عليكم وان شاء الله تشوفوا سليم سلاس في راب جديد وفي حاجه جديده وكا بلاك بلود شوفوا معاه خويا انا باش نقول كليب معناتها انا خاطيني نسمع فن لكن مانيش نتبع موسيقى وتبع لكن عندي حاجه معناتها نقولها خلي الناس تخدم على رواحها كل واحد عنده موسيقى يحب يسمعها كل واحد عنده اللي يحب معناتها يسمع اغاني دينيه اللي يحب يسمع اغاني كل واحد حر في حياته معناتها احنا تو في بلاد في احنا تو حريات متعدده احنا عملنا ثوره ليش عملنا ثوره باش نتقدم باش نحيوا الاستبداد اللي كان عندنا قبل نحيوا الظلم نحيوا برشا حاجات فهمي اللي قاعدين يصيروا قبل ما عادش يحبوهم يرجعوا لنا يحبوا نتقدموا وذوما هما راهو هذوما هما الرياكسيونات اللي كنكرهوا فيهم البوليسيه راهو البوليسيه نكرهوا في الرياكسيونات اللي عملوا فيها زي هما البوليسيه بيتهم راهم كيف خاطر اللي يبيع يا ودي خلينا اما اسمع احنا توا بلادنا حبوها فهمي نظيفة مجتمع نظيف عقلية نظيفة خلي كل انسان خليه مع روحه هو عاد خليه علاقته هو وربي شنو باش قاعد يعمل امور هو يحب يضر روحه وانت باش يهمك فيه انت هو يا ربي هو يضر في روحه ضرك انت معاه شنو دخلك فيه انا ما غاضينا كانك الوعد بتاع السبسي هو اللي قال نستهلك ما عادش فرضوا عليه العباد يخدم على روحه خليه يخدم على روحه العباد تستهلك العباد تستهلك شكون تستهلك عديوه الكل تحليل تبع طور الحبس سايبنا حاجات كبار وشدينا كان حاجات صغار صغار دي باش نعمل البيت البيت كيف ما فيش ضطه مش رايفه طور مع السرقه والنهب والعباد باش تعيش الفقر تعيش فيه خلينا من الزرقه خلينا توا حاجات امريكا فما حاجات امريكا علاش نحكيو كان على دول العمر نعم بيت كيف على هو حر في بلده اللي ما تكيفش هو حر حاول
نقويو الاقتصاد البلاد اللي هو بارك تو نشوفو فيه، مفماش كوميرس مفماش خدمة، نحاولو نقويو شوية في في البروديكسيون في الفن في نتقدم شوية. لازم يتقدم الفن، لازم يتقدم. شنو قعدنا نحن عاملين ماشي نرجعو لتالي، شنو هذا؟ لازم الفن في تونس يتقدم. هاو يتكيف سطلة، هاو يعني حكاية فارغة هذوما. شهدنا فيهم خويا، أعطينا الفن، أعطينا حاجة، أعطينا الشعب يبدا متفرهد، أعطينا شبابنا يبدا تبني على حاجة باهية. أنا معناتها قاعد نشوف التعليم ماهوش حاجة. لا لا التعليم يا ساعد كيفاش؟ هذا تعليم، أنا تعليم، هذا تعليم في تونس قاعد يمشي ويوخر التالي ولا ساقتين. يا وسام. تعليم يا وسام، لأنه فما نوفيل جينيراسيون راهو لازمها تعليم ولازمها قراية واعرة. كان هو يحكي في موزيكا، نحكيو على الراجل احنا، كان هو يحكي في موزيكا نتاع خمج كيما يشوفوا فيها هما، هو حر يسمعوا اللي يحب وما يسمعوش اللي يحب. فهمني ولا ما تفهمني؟ معناها خليه كان يخدم في موزيكا ماهيش عجبتكم انتوما، ماهيش عجبة النظام وماهيش عجبة الحاكم وماهيش عاجبة حد شيء، أموره يسمعوا اللي باش يسمعوا وما يسمعوش اللي ما يسمعوش، وسايب الراجل وكهو. كل إنسان حر شنو يسمع، وكل إنسان حر شنيا باش يقول. عنا حرية التعبير ولا ما عناش؟ عنا. خلي العباد تعبر كيما كلايك، وزاد بربي اللي ربيت كل كيما كلايك كلمتوا عليه قبل وقت توقف عزط له ودخل وخرج تكلموا زاد حتى ثمرة راهو مسجون يعمل في موسيقى باهية وتسمعها وما وصل لحد بالعيب التو واضح يعني تكلموا ناس كل راهو عادي هذي مع العدالة هذي يعني الباز نتاع الراب كمان اللي احنا كونتر الدولة كمان. آخر كلامي ما تتصورش أكثر عبيد تحب البلاد أكثر من الشباب اللي يحبوها اللي يخافوا عليها اللي يعيروا عليها. ما فماش أكثر من الشباب اللي هو قاعدة هذي معناتها يحب بلاده بالرسم. جارب يا حبيب نعرف حاجة أنا يا كمال، وين الميديا؟ الميديا شبيها ما تكلمتش على سمارة، شبيك باش يستدعاوه باش يغني وباش يدرسني باش يطلعوا بيه الشان نتاعهم، علاش يعيطولو؟ علاش توا كي هو معناها في غسر علاش ما يعيطولوش؟ تكلم على الراجل اللي خدموا عليه درشني ويخموا كان في مصلحتهم ولا المهرجانات ومدير المهرجان ومدير مهرجان ومدير مهرجان وين خويا انتي ميديا انتي ميديا الراب في تونس انتي ميديا واللي يحب يمشي الميديا ربي معاه وكهو سلام ما تعال عادي كمال كاميرا من حكي عادي كمال اخر الكلام كمال فري سمارة فري العباد اللي مجدودة كل على القانون يكون فهم الخايب هذا بعد بريكيه استهلاك والجو اللي عاملينه هذا في تونس اللي مصعبين علينا ضايقوا علينا في الدنيا قوانين خايبه ان شاء الله ربي يخلص وحل مربوطين الكل ان شاء الله ربي معاهم نكون عباد مظلومه او وفي سماره في سماره في سماره الاولاد وبرا ربي معاكم خويا بيس اند لوف باك سيستم انا مازلت برجيبه